بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن العالم الآن أصبح كل تركيزه على تفشي الأوبئة، وهذا مش في بلادنا بس، الحقيقة في العالم كله بالكامل الآن عندهم هاجس من تفشي الأوبئة، خصوصا بعد جائحة كورونا. جائحة كورونا الحمد لله منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها طلعت من خطورة أو درجة الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أمراض أخرى وفيروسات أخرى قد نشهدها في بلادنا أو في العالم. بالأمس كان عندنا يوم مهم جدا جدا، وخصوصا بعد انتشار مرض شلل الأطفال الرخوي في بعض الدول الأفريقية. هذا المرض اللي ليبيا خالية منه تماما، لم تكتشف أي حالة منذ عام 1991 ميلادي. تخيل معي، من 1991 احنا في 23 ما زال نكافح ونحاربه بعدم ظهور هذا المرض لبلادنا، وخصوصا ان هذا المرض الإعاقة منه للأسف مدى الحياة لا علاج له. المحاكاة مقصود منها هي في حالة التأهب، لقدر الله صارت لنا شيء كيف نتصرفه، كيف نشتغله، وهذا اللي درناه أمس وقاعدين نحضره فيه ونشتغله عليه. اليوم كيف أكملنا اجتماع خاص بانتشار مرض الحصبة في بلادنا، في تفشي في مرض الحصبة في بلادنا للأسف، لأن آخر حملة وطنية قامت بها الدولة الليبية عام 2018، وفي حسب توصيات كل المنظمات الصحية وخصوصا منظمة الصحة العالمية واليونيسف أن كل 5 سنوات واجب إجراء حملة وطنية من عمر سنة إلى عمر 6 سنوات تجاه أو ضد مرض الحصبة. نحن الآن في 5 سنوات، والحمد لله لدينا موافقة من رئاسة الوزراء بإجراء هذه الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال. طيب، ما هي الخطوة الثانية؟ الآن لدينا بؤر تفشى فيها مرض الحصبة، بدأناها في الجنوب الليبي في حي الكرامة وحي الطيوري، ثم انتقلنا إلى تيتناي بني وليد، والآن سنرجع للجنوب للأسف مرة أخرى في غات قطرون وباري بركشاطي. متى موعد هذه الحملة في هذه المدن الأربع اللي ذكرتها الآن؟ منتصف الشهر القادم بإذن الله. طيب، هذا لا يعني أننا سنقف مكتوفي اليدين أمام حملة وطنية. حملة وطنية يعني كل أطفال ليبيا، هذه بإذن الله ستكون حسب الإجراءات اللي ماشيين فيها بداية العام الدراسي القادم، سنبدأ في حملة مليونية ضد هذا المرض، وبذلك نصل إلى مرحلة في الاستئصال من هذا مرض الحصبة، لأن كنا كل 5 سنوات 2018-2023، الآن وجب إجراء وحصلنا كل الموافقات ولله الحمد الخاصة بإجراء هذه الحملة.